أرحب بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز أخبار قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس بولندا يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو في إطار زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات. زيلينسكي يشكو من انقسامات الاتحاد الأوروبي في شأن فرض عقوبات جديدة على موسكو، ولافروف يتهم الغرب بشن حرب شاملة على روسيا. أهلا بكم. استقبل فخامة أندري دودا رئيس جمهورية بولندا في وارسو سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية بولندا، وبحثت خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبولندا وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما. كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الدولية المبذولة لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا. وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان قد التقى في وقت سابق معالي زبيجين يورا وزير خارجية جمهورية بولندا. ونقف الآن معكم عند آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دخلت شهرها الرابع. زعم الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أن بلاده ليست متحمسة للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضروريا على الأرجح لإنهاء النزاع. وذكر زيلينسكي أن هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي، مضيفا أن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام جدية على حد وصفه. في المقابل اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيلينسكي بعدم الرغبة في التفاوض. في ذات السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب يشن حربا شاملة على بلاده متوقعا أن تستمر لوقت طويل. وقال لافروف خلال اجتماع مع مسؤولي مناطق روسية أن الغرب أعلن حربا شاملة ضد العالم الروسي على حد وصفه، وانتقد لافروف العقوبات الاقتصادية والدعاية على مستوى الإعلام العالمي منددا بعداء غير مسبوق على روسيا. حث الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي الغرب على فرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت تقايض فيه موسكو الغرب فيما يختص بحل أزمة الغذاء المتوقعة مقابل رفع العقوبات عليها. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ينتقد انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من العقوبات على روسيا، ويتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة الخطة. زيلينسكي اعتبر أيضا أن المماطلة في اتخاذ قرار العقوبات يعني مزيدا من الضحايا الأوكرانيين. بالطبع أنا ممتن لأصدقائنا الذين يطالبون بفرض عقوبات جديدة، لكن من أين أتت كل هذه القوة في أولئك الذين منعوا الحزمة السادسة؟ لماذا لا يزال يسمح لهم بالحصول على هذا القدر من القوة بما في ذلك الإجراءات داخل أوروبا؟ ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية، وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء، لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيرا. في المقابل تسعى روسيا لممارسة ضغط على الأوروبيين، وهذه المرة عبر عرضها تجاوز أزمة الغذاء المتوقعة شريطة رفع العقوبات عنها. ففي اتصال هاتفي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أكد بوتين أن موسكو مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة لتفادي أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق والإفراج عن السفن التي تحمل الغذاء والأسمدة من أجل تخفيف أزمة الغذاء، شرط أن يرفع الغرب العقوبات المفروضة عن روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. الولايات المتحدة رفضت المقترح الروسي معتبرة أن الحصار البحري الروسي وليس العقوبات هو ما منع شحن أطنان من المنتجات، ونفى البيت الأبيض أي مناقشات حاليا تتعلق برفع العقوبات، ما يؤشر إلى تفاقم أزمة الغذاء وسط خلافات غربية عن مزيد من العقوبات على روسيا.
اتهم الكرملين أوكرانيا بالتسبب في تجمد محادثات السلام بين البلدين قائلا إن ما تريده كييف غير واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة. وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في وقت سابق إنه حاول مرارا ترتيب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء النزاع، لكن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام على حد قوله. أعلنت موسكو طرد 5 دبلوماسيين كروات ردا على قرار زغرب طرد 24 روسيا في أبريل الماضي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها احتجت على اتهام زغرب موسكو بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. كما اتهمت موسكو زغرب بدعم نظام النازيين الجدد في كييف عسكريا. وطردت دول عدة دبلوماسيين من روسيا وخاصة في أوروبا منذ العملية العسكرية التي بدأت في 24 من فبراير. ميدانيا، أكد الجيش الروسي أنه شن هجمات على منطقتي خاركيف ودونتسك الأوكرانيتين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اليوم إنه أطلقت صواريخ على فرقة أوكرانية في بلدة بخموت المتنازع عليها في دونتسك، كما أطلقت صواريخ على أهداف عسكرية في منطقة خاركيف. وأفاد الجانب الأوكراني بوجود عدد من القتلى على إثر القصف الروسي في خاركيف أمس، ويحتدم القتال شرقي أوكرانيا حاليا، وقد استولت القوات الروسية على معظم منطقة لوهانسك. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويشوغلو إن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف ما تصفه بدعمها الجماعات الإرهابية حتى تتراجع أنقرة عن اعتراضاتها على انضمامها لحلف شمال الأطلسي ناتو. وزارت وفود من البلدين أنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك أول أمس. وقال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لمست موقفا إيجابيا في شان رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة. السادسة مستمرة معكم وفي غيره. لاستعادة الاتفاق النووي، إيران تطالب بايدن بالتخلي عن استراتيجية الضغوط القصوى، وواشنطن تؤكد بأن احتمالات العودة إلى الاتفاق ضعيفة في أفضل الأحوال. رحلتكم رحلة جيل من أجل وطن، عليه أن يجاهد ويتسلح بالعلم ثم يعود ليتسلم الراية. أنتم جيل مهم. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. إن واجب الوفاء والعرفان لوطن وفر الحياة الكريمة والسعيدة لأبنائه والمقيمين على أرضه يتطلب منا جميعا أن نجعله دائما في أعماق قلوبنا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. العنصر البشري عند الشيخ زايد هو العنصر الرئيسي، لأنه يعرف قيمته بالضبط. نحن اليوم نفتخر وهو توسد يمناه يا والربة فرحان أن نحن عندنا كوادر من بناتنا وأولادنا جيل جديد راس يقود أكسبرت خبير في تخصصه. نحن نفتخر أن عندنا هذه الكوادر موجودة اليوم تخدم بلادنا تخدم أهلنا، وهي سنة الحياة. أهلا بكم من جديد. وقبل مواصلة النشرة هذا تذكير بأبرز الأعلام. رئيس بولندا يستقبل عبد الله بن زايد في وارسو في إطار زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقات.
زيلينسكي يشكو من انقسامات الاتحاد الأوروبي في شأن فرض عقوبات جديدة على موسكو، ولافروف يتهم الغرب بشن حرب شاملة على روسيا. ألقى المدعي العام الفلسطيني أكرم الخطيب باللائمة على إسرائيل في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عمدا، وقال أكرم الخطيب للصحفيين إن تحقيقا في شأن الرصاصة القاتلة كشف أن قناصا أطلقها باستخدام بندقية من طراز روجر، وأن الرصاصة جاءت من اتجاه الجنود الإسرائيليين. وأضاف الخطيب أن ثقوبا في شجرة سببتها رصاصات أخرى أظهرت أنه قد استهدف الجزء العلوي من جسم الصحفية ذي 51 سنة، وأن ذلك أظهر نية واضحة للقتل على حد قوله. هذا وتعيش الحكومة الإسرائيلية أصعب حالاتها السياسية في ظل ما تتعرض له من ابتزاز أعضاء في الائتلاف، حيث يهددون بإسقاطها وعدم التصويت لصالحها في الكنيست إذا ما لم تلبي مطالبهم. بعد استجابتها لمطالب غيدار أو الاقتصادية لإعادتها إلى الائتلاف، باتت الحكومة الإسرائيلية عرضة لابتزاز أعضاء آخرين في هذا الائتلاف. رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست ميخائيل بيتون من حزب كحلون لافان الذي يرأسه غانتس أعلن أنه سيتوقف عن التصويت إلى جانب الائتلاف إلى حين التوصل إلى اتفاقات مع وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي حول الإصلاحات في أسعار المواصلات العامة، أمر يجعل هذا الائتلاف عرضة للانهيار من جديد. كل عضو كنيسة في الائتلاف الحكومي يمكنه أن يسقط الحكومة ويمكنه أيضا أن يبتزها للتوصل إلى اتفاق معه يكون مرض له ويخدمه سياسيا ويخدم أيضا مستقبله السياسي عندما تذهب الأحزاب إلى انتخابات سواء داخلية أو على المستوى العام. ضغوط مماثلة مارسها أيضا أعضاء كنيست في حزب يمينة الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، عندما هددوا بإسقاط الحكومة في حال قررت الأخيرة إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية حومش شمال نابلس، والتي كانت انسحبت منها إسرائيل إبان حكومة شارون عام 2005، وأعاد مستوطنون وضع بؤرة استيطانية مكانها مؤخرا، ما يمكن أن يجبر وزير الجيش بيني غانتس المطلوب منه تقديم رد للمحكمة العليا بإخلاء مبدئي للبؤرة الاستيطانية دون تحديد جدول زمني لتنفيذ ذلك. أمام هذا الضغط والابتزاز من جمعيات الاستيطان والمجموعات الاستيطانية ومن حركة حومش الذي هي بالأساس تعمل من أجل استعادة الاستيطان في مستوطنة حومش المقامة على أراضي السيلة وبركة، هو سيحاول تعزيز الاستيطان من خلال ابتزاز بنت في التهديد بالتصويت الحكومة، وخصوصا أن حكومة بنت أصبحت الآن حكومة هشة غير متماسكة. أزمات الحكومة الإسرائيلية المتتالية تعود لعدم وجود أغلبية داعمة لها في الكنيست، فأعضاء الائتلاف 60 باتوا يشكلون نصف أعضاء الكنيست بعد استقالة عديد سلمان من يمين الشهر الماضي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن التخلي عن استراتيجية الضغوط القصوى حتى يتسنى إعادة إحياء الاتفاق النووي. وأشار الوزير الإيراني إلى أن نافذة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، وأن إيران جادة في رغبتها في التوصل لاتفاق طويل المدى مع واشنطن على حد قوله. يأتي هذا بعدما قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي أمس إن احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال. مع اقتراب الهدنة اليمنية على الانتهاء تبقى الآمال في تمديدها قائمة من المجلس الرئاسي اليمني والمجتمع الدولي لإيجاد حل شامل ومستدام في ظل تعنت حوثي مستمر لإفشال جميع الجهود العربية والأممية الساعية لتثبيتها. جميعا ولا تفرقوا. كلما لاح ضوء سلام في آخر النفق تطفئه ميليشيا الحوثي بتعنتها المعهود منذ أعوام عدة. على الرغم من جهود المجلس الرئاسي الجديد نحو حل الأزمة اليمنية عبر فتح مطار صنعاء والتسهيلات في شأن أزمة ميناء الحديدة، أو حتى السماح للمدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات بالسفر باستخدام جوازات سفر صدرت في صنعاء،
في المقابل يقدم الحوثي مزيدا من التعنت والرفض بدءا من قطع رواتب الموظفين من عائدات النفط واستخدامها في انقلابه على الشرعية وأنشطته العسكرية، إلى عدم رفع الحصار عن تعز وفتح الطرقات والمعابر للمدنيين والتي يعاني سكانها الأمرين، وهو ما دفع واشنطن للمطالبة بضرورة فتح الطرق لثالث أكبر مدينة يمنية. وبعد وفاة موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كان يقبع في سجون الحوثيين، دعت واشنطن الميليشيات الحوثية إلى ضرورة إطلاق موظفي سفارتها في صنعاء المحتجزين منذ أشهر. ومع قرب انتهاء مدة الهدنة الأممية تتواصل الجهود العربية والأممية في محاولة لتمديدها بهدف التوصل إلى صيغة حل لتسوية حقيقية تفتح باب الأمل والأمن والسلام. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة لتثبيت الهدنة إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال تمارس عملية ابتزاز مكشوفة بوضع شروط مجحفة للوصول إلى أكبر مكاسب ممكنة قبل مشاركتها في جولة مفاوضات جديدة تستضيفها العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة. أعلنت تركيا عمليات عسكرية قالت إنها ضرورية للأمن القومي في شمال سوريا، وذلك خلال اجتماع للمجلس الأمني أمس. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الاثنين الماضي هجوما محتملا في شمال سوريا، حيث تسيطر تركيا بالفعل على بعض المناطق. وكان ذلك البند الرئيس لاجتماع المجلس الأمني يوم الخميس. ويشن الجيش التركي مرارا هجمات على قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق، إذ تعتبر أنقرة كليهما منظمات إرهابية. في العراق أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نجاح حكومته في خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل بعد أن كانت العراق على حافة الانهيار على حد قوله. وقال الكاظمي إن هذه الحكومة التي جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محددة أدتها، وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة. وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 3 أفراد من تنظيم داعش الإرهابي في كمين جنوبي مدينة كركوك. في موضوع آخر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمسك بلاده بالانتخابات التشريعية كحل للأزمة في ليبيا، قائلا إن الجزائر ليس لها أطماع في ليبيا غير استقرارها وعودتها لطريق التنمية، وأن الانتخابات التشريعية هي الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الليبية. جاء ذلك على هامش زيارته إيطاليا، حيث تعهد تبون في شان آخر بتلبية احتياجات إيطاليا والدول الأوروبية من الغاز، كاشفا عن مسعى الجزائر إلى توزيع الغاز لعدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية. ولفت الرئيس الجزائري إلى وجود تقارب في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس. قالت هيئة الملاحة البحرية الصينية إن بكين ستجري تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي غدا، بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفائها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستجري المناورات في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة في مساحة بحرية صغيرة بعيدة عن المناطق المتنازع عليها في فيتنام والفلبين. استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات أكثر قسوة على كوريا الشمالية بعد أحدث اختبارات بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية. وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس قالت قبيل التصويت إن القرار سوف يحد من قدرة كوريا الشمالية على تطوير أسلحتها للدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية، ويجعل تنفيذ العقوبات أكثر عصرية. ومن جانب آخر، قالت وزارة الخارجية اليابانية إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية سيجتمعون في سيول يوم 3 من الشهر المقبل لإجراء محادثات بذات الشأن. السادسة مستمرة معكم وتتابعون في ملفها الاقتصادي. 4.16% نمو مبيعات السيارات في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري. منذ نشأة الإمارات إلى يومنا هذا
ودولة الإمارات في هذه المنطقة تحاول دائما ترسل رسالة إيجابية للعالم. الشرق الأوسط ممكن يطلع منه خير ونحن موجودين. لا نسعى لنقل المعرفة بل إلى ترسيخها في عقولنا لصالح البشرية وتنمية الوطن. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شفت في عيونهم أنهم هان عليهم مرمضين وهان في محلة وهم قد المسؤولين. مرة ثانية الله يوفقهم ويحفظهم. أهلا بكم من جديد ونصل الآن معكم إلى المحطة الاقتصادية. يصحبنا فيها زميل حامد رعاه. مساء الخير يا حامد وتفضل إليك الكلمة. شكرا يسرى وحياكم الله مشاهدينا في المحطة الاقتصادية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. في مقابلة مع قناة أبوظبي أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من هذا العام متوقعا أن تتجاوز 1 تريليون درهم بنهاية 2022. شركائنا التجاريين هم بشكل رئيسي الصين، الهند، أمريكا، السعودية، تركيا وأيضا الدول المجاورة العراق وغيرها. هني من خلال الأسماء للدول تركيا بشكل خاص خضت نمو الأكبر من الجميع، وهذا يبين أن النتائج العمل السياسي الاقتصادي قاعدة تطلع على أرض الواقع من خلال هذه الأرقام. الصادرات الوطنية متنوعة، نتكلم على منتجاتنا البترولية، الألمنيوم، الحديد، النحاس، وأيضا المنتجات اللي فيها إعادة أو إضافة للقيمة المضافة فيها منها الذهب والحليب وغيرها. فإن شاء الله نواصل العمل، متوقعين إن شاء الله الاستمرارية بنفس السرعة نوصل ل 2 تريليون في نهاية العام، ونرسل رسالة للجميع أن دولة الإمارات بتستمر في انفتاحها بتواصلها مع العالم بالاستمرار في فتح أسواق جديدة. أعلنت مجموعة حديد الإمارات عن انخفاض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بمعدل 13% لتصل إلى 2750 درهم للطن اعتبارا من 1 يونيو المقبل مقارنة ب 3180 درهما في مايو الجاري. هذا السعر يعتبر ولا يشمل أي خصم على أساس الكميات، كما لا يشمل أي رسوم إضافية على المقاسات أو درجة المنتج أو رسوم أخرى يتم تطبيقها على هذا المنتج مثل التكلفة الإضافية للمواد الخام. كانت أسعار حديد التسليح بالمجموعة قد بدأت بالارتفاع بداية من شهر مارس الماضي لنحو 2590 درهما للطن بعد استقرار لنحو 3 أشهر عند مستوى 2490 درهما لتواصل الأسعار الارتفاع في إبريل وصولا إلى 3125 درهما ثم 3180 درهما في مايو من العام الجاري. قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات إن عودة أسعار الذهب للارتفاعات بدأت بعد سلسلة انخفاضات متتالية خلال الأسابيع السابقة أسهم في تحريك وتحفيز الطلب على المشغولات الذهبية، وذلك بسبب تحوط المتعاملين من استمرار الأسعار في تسجيل الارتفاعات. وسجلت أسعار الذهب أمس ارتفاعات بقيم راوحت بين 3 و4 دراهم للجرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق بحسب مؤشرات الأسعار. وأضاف مديري المحال الذهبية أن معظم عمليات الشراء تركزت في القطع من عيار 18 قراطا الذي يعد الأقل سعرا والأكثر تنوعا بالنسبة لموديلات التصنيع. حقق سوق سيارات الإمارات نموا في المبيعات بلغ 4.16% خلال الربع الأول من 2022 الجاري، وكان لمبيعات صادرات السيارات الجديدة حصة مميزة من هذه المبيعات، وذلك بحسب مختصين من هذا القطاع، إذ ارتفعت نسبة تصدير السيارات الجديدة من الإمارات بشكل ملحوظ خاصة إذا تمت مقارنتها مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت إحدى شركات المركبات عن آخر دراساتها لنسب مبيعات صادرات السيارات الجديدة حسب كل دولة أن خلال الفترة الأخيرة كان هناك طلبا متزايدا على السيارات من دول أوروبا وأفريقيا وكذلك العراق وروسيا وغيرها، وهذا بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمشترين، إضافة إلى انتباه المستثمرين لضرورة إيجاد بدائل أخرى بعد أزمة الرقائق الإلكترونية. وإلى أسواق الأسهم الإماراتية خلال آخر جلسة تداولية في هذا الأسبوع، والمشهد من الارتفاع والشاشات الخضراء في كلا السوقين. سوق أبوظبي يغلق مرتفعا ب 1.5% عند 9688 نقطة، وسوق دبي عند 3296 نقطة. بالنسبة لأرقام التداولات في سوق أبوظبي، بلغ كما نلاحظ حجم التداولات 251 مليون سهم بقيمة تزيد على 1.3 مليار درهم. أما في سوق دبي للأوراق المالية فتم تداول أكثر من 92 مليون سهم بقيمة تزيد على 245 مليون درهم. ومن أخبار السوق مشاهدينا، أعلنت القابضة وشركة شميرة للاستثمار اليوم عن إدراج أسهم وأذونات شركة ADC Corporation وبدء التداول على أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت مؤشر ADC للأسهم ومؤشر ADCW للأذونات. وإلى هنا مشاهدينا نأتي إلى نهاية محطتنا الاقتصادية لهذا المساء. شكرا للمتابعة وعودة إلى يسرى. تفضل يسرى. شكرا حامد. شكرا. ومشاهدينا بالاقتصاد نكون قد وصلنا معكم إلى ختام السادسة. شكرا على حسن المتابعة. في أمان الله.